ما هي توقعاتكم لأزمة الجفاف، جفاف المياه في البلاد خلال هذا الصيف؟ في البداية مساء الخير عليكم وعلى كل متابعيكم الكرام. للأسف طبعا المشهد رغم متوقع والحديث ليس بالجديد، لكن أمر المياه بالعراق وصل إلى أمر مروع حقيقة وينذر، وإنما بدأ بالخطوات السلبية. يعني الحديث اليوم هو عن مياه الشرب والحديث عن الزراعة، أعتقد ألقينا نظرة الوداع على الزراعة بسبب انخفاض المنسوب، وإنما الخزانات العراقية خزانات المياه شارفت على شبه تكاد تكون شبه فارغة، وخاصة ونحن نتكلم اليوم وبإحصائية رسمية أن وزارة الموارد المائية تتحدث عن 9 مليار متر مكعب، وأنا أعتقد الرقم أقل بكثير من هذا، والعراق يحتاج في هذه الاستخدامات بحدود 1.5 مليار متر مكعب شهريا. الآن التقرير يتحدث عن الفرات وحوض الفرات يعاني معاناة كبيرة، لربما تكون أصعب من حوض دجلة، كون أنه لا توجد روافد على الفرات ولا توجد موارد طبيعية، بالعكس ويكون المصدر الرئيسي من تركيا بعد المرور بسوريا، وهو يتعرض الآن إلى ضغط كبير جدا وتراجع الخطة الصيفية. الآن في هذه الظروف لا توجد خطة صيفية زراعية، الحديث سيكون فقط عن تأمين مياه الشرب، ستتكلف كثيرا الثروة الحيوانية، ستتضرر أيضا بجانب كبير، ازدياد بالهجرة بالأيام القادمة. الحديث عن مسألة المياه بدأت تكون أكثر تعقيدا، وخاصة وأن الخطوات ليس بمستوى الحدث، لربما لأول مرة يتحدث على مستوى كبير مثل مستوى دورة رئيس الوزراء، على مستوى عالي على هرم الدولة، بأن العراق يجب أن يذهب إلى التدويل، أو قال على المجتمع الدولي، على الرغم من أن تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة قبل أكثر من شهرين كانت أكثر بكثير، حينما قال يجب الوقوف مع العراق كون أنه بلد النهرين سيصبح بلد لا أنهار. إذا نحن حقيقة أمام وضع صعب كبير وخطر للغاية، ولحد هذه اللحظة أنا أقول الملف لم يأخذ أولوية. عندما نقول لم يأخذ أولوية، نحن نحتاج إلى إرادة وطنية بملف المياه، وكذلك أيضا أنا أن المجتمع الدولي لم يبعث أيضا أو لا ينتظر من يسيطرون على مياهه ومن يستغلون موارده في أن يذهب إليهم. إذا علينا التحرك بهذا الملف، نحن أمام صيف وربما سيكون الأقصى حسب التنبؤات، سيكون هناك ارتفاع قادم الأيام، نتحدث عن شهر 7 وشهر 9، الذروة ستكون أيام صعبة وحرجة جدا، سيكون ارتفاع في ستكون هناك حشرات إصابات لربما لا سمح الله. نعم هو متوقع أن تكون انتشار سريع للأوبئة، ناهيك عن مسألة التصحر اللي حقيقة امتدت بشكل مرعب وأكيد ستفقد كثير من خاصية الأرض، أيضا جفاف النظم الأيكولوجية سيسبب ارتفاع كبير في درجات الحرارة.